من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، ها نحن وإياكم في حوارية جديدة من عمق تاريخ أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. مشاهدينا الكرام، كانت فترة إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه فترة رخاء علمي وترف فكري، إذ نشأت العديد من التيارات الفكرية المنحرفة وغير المنحرفة. كان الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قطب الرحى، تدور حوله الأسئلة فيجيب كل ذي ملة حسب ملته. في المشهد القادم ننقل لكم حوارية الإمام الرضا عليه السلام مع أحد الزنادقة، وكيف كان يجيبه بأدلة مقنعة عن أسئلته حول وجود الله تعالى وآليات العبادة وماهيتها. فلنشاهد أنا وأنتم. أرأيت إن كان القول قولكم وليس هو كما تقولون أنتم، ألسنا وإياكم شرعا سواء؟ لا يضرنا ما صلينا وصمنا وزكينا وأقررنا؟ وإن يكن القول قولنا وهو كما نقول، ألستم قد هلكتم ونجونا؟ رحمك الله، فأجدني كيف هو وأين هو؟ ويلك، إن الذي ذهبت إليه غلط، وهو أين الأين وكان ولا أين، وهو كيف الكيف وكان ولا كيف، ولا يعرف بكيفوفيته ولا بأينونيته، ولا يدرك بحاسة ولا يقاس بشيء. إذن أنه لا شيء إذا لم يدرك بحاسة من الحواس. ويلك، لما عجزت حواسك عن إدراكه أنكرت ربوبيته؟ ونحن إذا عجزت حواسنا عن إدراكه أيقنا أنه ربنا وأنه شيء بخلاف الأشياء. فأخبرني إذن، متى كان؟ أخبرني متى لم يكن وأخبرك متى كان. فما الدليل عليه؟ إني لما نظرت إلى جسدي فلم يمكنني فيه زيادة ولا نقصان في الطول والعرض ودفع المكاره عنه وجر المنفعة إليه، علمت بأن لهذا البنيان بانيا، فأقررت به مع ما أرى من دوران الفلك بقدرته وإنشاء السحاب وتصريف الرياح ومجرى الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك من الآيات العجيبات المتقنات. علمت أن لهذا مقدرا منشئا. فلما لا تدركه حاسة البصر؟ للفرق بينه وبين خلقه الذي تدركه حاسة الأبصار منهم ومن غيرهم، ثم هو أجل من أن يدركه بصر أو يحيط به وهم أو يضبطه عقل. فحده لي. لا حد له. ولما؟
لأن كل محدود متناه، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة، وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان، فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزئ ولا متوهم. أخبرني عن قولكم إنه لطيف وسميع وبصير وعليم وحكيم، أيكون السميع إلا بالأذن والبصير إلا بالعين واللطيف إلا بعمل اليدين والحكيم إلا بالصنعة؟ إن اللطيف منا على حد اتخاذ الصنعة. أو ما رأيت أن الرجل اتخذ شيئا فيلطف في اتخاذه فيقال ما ألطف فلانا؟ فكيف لا يقال للخالق الجليل لطيف إذا خلق خلقا لطيفا وجليلا وركب في الحيوان منه أرواحها وخلق كل جنس مبينا من جنسه في الصورة ولا يشبه بعضه بعضا، فكل به لطف من الخالق اللطيف الخبير في تركيب صورته. ثم نظر إلى الأشجار وحملها أطيابها المأكولة منها وغير المأكولة، فقلنا عند ذلك إن خالقنا لطيف لا كلطف خلقه في صنعتهم، وقلنا إنه سميع لأنه لا يخفى عليه أصوات خلقه ما بين العرش إلى الثرى، من الذرة إلى ما أكبر منها في برها وبحرها لا يشتبه عليه لغاتها. فقلنا عند ذلك إنه سميع لا بأذن، وقلنا إنه سميع لا ببصر لأنه يرى أثر الذرة السحماء في الليلة الظلماء على الصخرة السوداء، ويرى دبيب النمل في الليلة الدجية، ويرى مضارها ومنافعها وأثر سفادها وفراخها ونسلها. فقلنا عند ذلك إنه بصير لا كبصر خلقه. أخوتي أخواتي، من أهم ما نأخذه من دروس من هذا المشهد كيف نكون متقبلين للآخر مهما كان فكره، وكيف نتخذ من المشترك الإنساني مع الآخر مساحة مشتركة للحوار البناء. الحوار المبني على الاحترام وتبادل الآراء والمؤدي إلى الإقناع كما حدث في المشهد السابق. في أمان الله. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.